سبيسيال تنس على الحياة فم. سبيسيال تنس على الحياة فم، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا تسمعوا فينا على 93 أو على التروا دبليو بوان حياة بوان فم. برنامج سبيسيال تنس كالعادة يجيكم كل نهار أحد بداية من 5 متاع العشية، كل أخبار كرة المضرب طيلة الأسبوع حصرية على الحياة فم، كل المسابقات والدورات والتظاهرات الوطنية والعالمية وأخبار أبطالنا التونسيين. كالعادة باش يرافقني في تأثيث الحصة اليوم باش يكون نوفل الشرطاني في الإخراج التقني، وكذلك في الديجيتال اليوم أحمد المخلوفي. كالعادة اليوم باش نتناولوا في حصتنا في سبيسيال تنس اختتام دورات دولية فئة 15000 دولار في ملاعب نادي تنس بالمنستير، وكذلك الدورات الدولية فئة 25000 دولار بأحد النزول بالمنستير. هذا الكل وأكثر تفاصيل باش يكون معنا في المباشر سيد شهاب الحاج يوسف مدير الدورة الدولية المستقبل الفئة 25000 دولار. مرحبا بك سي شهاب. مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي برنامج. صحيح شهر جانفي كان شهر حافل في رياضة التنس في مدينة المنستير، حيث نظمت الجامعة التونسية أربع دورات دولية سيدات ورجال فئة 25000 دولار في نزل بمدينة المنستير، وقامت في نفس الوقت بتنظيم ثلاثة دورات رجال فئة 15000 دولار على ملاعب نادي التنس بالمنستير. هذه الدورات الفائدة منها هي خاصة للاعبي منتخب تونس اللي قاعدة تمكن فيهم من تحسين ترتيبهم العالمي، وعنا في الدور الأول في البطولة الأولى فاز بها اسكندر منصوري من تونس، وإن شاء الله غدوة عندنا نهائي تونسي فرنسي معز الشرقي إن شاء الله يفوز في آخر دورة فئة 25000 دولار. الدورة هذه تحسب على المكتب الجامعي وعلى رأسها رئيس الجامعة سلمى الملهي، إنها تقدر تنظم في تونس أربع دورات دولية فئة 25000 دولار و 15000 دولار. هذه صعيبة ياسر وماهيش موجودة حتى في بعض البلدان العالم، ديما تلقى يا 15000 دولار يا 25000 دولار، ولكن سلمى الملهي بصفتها عضوة في الجامعة الدولية التنس تمكنت من أن تونس تنظم هذا، ونحب نشكرها بصفة رئيس نادي تنس من أستير على الثقة اللي منحتها في النادي لتنظيم هذه الدورات. هو سي شهاب حكينا شوية ساعة الاختتام أكيد تاع الدورات الدولية، ساعة نبداو بفئة 15000 دولار، كيفاش كانت الأجواء؟ كيفاش كان التنظيم؟ هل نجح التنظيم؟ أكيد أبطالنا تألقوا. صحيح التنجيح التنظيم كان ممتاز، المشاركة عندنا تقريبا 300 لاعب يمثلوا 30 دولة، القارات الكل موجودة في الدورة هذه، عندنا لاعبين من اليابان، من الصين، من أمريكا، من كندا وجميع بلدان أوروبا. مشاركة العربية كانت من تونس والجزائر والمغرب ومصر وسوريا، وسوريا فاز في الدورة الثانية المنستير فئة 15000 دولار. تونس كان التتويج كما قلت من الأول في أول دورة فئة 25000 دولار لإسكندر المنصوري، وإن شاء الله غدوة الشرقي يفوز بالدورة هذه. في الفتيات كانت عندنا مشاركة من اثنين أو ثلاثة فتيات من تونس ولاعبة من مصر. التنظيم كان محكم، الإقبال كان ممتاز، وإن شاء الله نتواصلوا في تنظيم هذه الدورات في تونس. إن شاء الله تتواصل مثل تنظيم هذه الدورات في تونس. هذا بالنسبة للدورات الدولية فئة 15000 دولار. باش نحكيو سي شهاب على الدورات الدولية فئة 25000 دولار اللي موجودة في أحد النزول بالمنستير. كيف كيف هي تعرف أنه الجامعة التونسية للتنس قاعدة تنظم في 54 دورة دولية فئة 15000 دولار أسبوعيا يعني بدون انقطاع، ولكن الشهر هذا بالذات هي أضافت أربع دورات دولية سيدات ورجال فئة 25000 دولار. الفرق بين الدورتين هي خاصة في النقاط، يعني اللي يفوز في نهائي دورة 15000 دولار يتحصل على 10 نقاط، اللي يفوز في دورة فئة 25000 دولار يتحصل على 20 نقطة، وهذا هو أهم شيء اللي قاعدين يجيو الملاعبية اللي يحبوا يوصلوا. عندنا ملاعبية جات ترتيبهم 165 أو 200 على العالم، في خاصة في صنف الفتيات، في صنف الرجال أحسن ترتيب كان 200. هذه فرصة للجميع، لاعبي منتخب تونس الأجانب نفس الشيء أنهم يجيوا يشاركوا في الدورات هذه، أكثر فيها جانب نقاط من أنه جانب مادي.
هل أنو سي شهاب فما إقبال جماهيري على خاصة نعرفوا رياضة التنس وتألق قبطانة أنس جابر وبرشا توانسة تغرموا بالرياضة هذه؟ أكيد فما إقبال حتى على الدورات. صحيح، معناها احنا تو نشوفوا في مشاركة تونسية أكثر، يعني تقريبا 20-25 لاعب بين لاعب ولاعب تونسي شاركوا في الدورات هذه. أنس جابر ومالك الجزيري عطاوا إشعاع خاص لرياضة التنس في تونس وفي العالم العربي، فكل لاعب يأمن ويحاول وعنده حظوظ أنه لما لا يصبح لاعب محترف مثل مالك الجزيري أو أنس جابر. هذا خلى حتى النوادي نتاعنا والنوادي في أغلب تونس إقبال زاد، والأولياء والصغار ولاو عندهم طموح أنه لما لا يصيروا عندنا أبطال آخرين كما أنس جابر ومالك الجزيري. هل أنو سي شهاب فما ضيوف؟ أكيد نعرفوا رئيسة الجامعة التونسية للتنس إن شاء الله تكون موجودة معكم مدام سلمى المولي اللي ديما تكون موجودة في كل التظاهرات والمسابقات والدعم، أكيد فما ضيوف أخرين من نوع خاص يكونوا متواجدين في الدورة ذي. صحيح، معناها إن شاء الله غدوة النهائي مش يكون مباشر على الوطنية واحد، دونك يكون عندنا حضور رئيسة الجامعة سلمى المولي اللي هي ساهرة على رياضة التنس وقاعدة تبذل في مجهود كبير انه محبي رياضه التنس باش يمارسوا الرياضه هذه في احسن ظروف، قاعده تعاون ياسر في النوادي. تعرف كي نادي ينظم دوره دوليه في يقوم بتحضيرات وبتحسين ملاعبه وتحسين، وهذه خلى جميع النوادي يحاولوا ينظموا دورات دوليه. حتى الاسبوع في نفس الاسبوع فما دورات دوليه في سوسه وفي قليبيا اما للاواسط، وهذا الكل يحسب لرئيس الجامعه والمكتب الجامعي اللي قاعد يسهر على انه رياضه تونس يواصل تالقها ويواصل يصنع ابطال على مثل أنس جابر ومالك الجزيري. وبالنسبه في الدورات هذه شفنا احنا زورونا مثل ماري بيرس اللي كانت مصنفه رقم واحد في العالم، جابت معها 8 ملاعبيه من الاكاديمي نتاعها، جانا كرايتشاك اللي هو فايز بومبلدون جاب ولده يحب يشارك في الدورات هذه. دونك دورات تونس الدوليه قاعده تستقطب في عديد الشخصيات وعديد اللاعبين اللي ان شاء الله نسمو بهم نهار من ابطال العالم في رياضه التنس. واضح سي شهاب. اخر في ختام الحلقه سي شهاب، فمش هكا ميساج تحب توصله حتى للعباد اللي باش يكون الدور النهائي؟ اكيد فما برشا حضور، على الاقل يكون من ناحيه النفسيه تحضير للابطال نتاعنا باش يتعلقوا في الدوره ذي. ان شاء الله احنا تعرف بالنسبه للكوفيد ديما نحاولوا انه الجماهير نتاع التنس تكون مخصصه لمحبي رياضه التنس واللي قاعدين يمارسوا فيها، ما نجموش نحلوها للبيبليك الايام هذه كما تعرف ريستريكسيون نتاع الكوفيد. اما ان شاء الله اللي ما ينجمش يشاهد المباراه هذه في المباشر على ملعب التنس مستير، ان شاء الله غدوه بدا من الساعه 10 صباحا باش يكون النهائي منقول على الوطنيه واحد مباشره. شكرا لك سي شهاب الحاج يوسف. شكرا لاهتمامكم برياضه التنس والرياضه الفرديه. يعطيك الصحه سي شهاب الحاج يوسف، مدير الدوره الدوليه للمستقبل، فيها 25000 دولار على التدخل والاثراء وكل المعلومات والاضافات، خاصه على اختتام دوره دوليه من فيها 15000 دولار في ملاعب نادي تنس بالمنسير، وكذلك الحديث على الدورات الدوليه فيها 25000 دولار باحد النزل بالمنسير. شكر خاص مرة أخرى، وكذلك مدام سلمى المولي رئيسة الجامعة التونسية للتنس على كل الإضافات والحضور في كل المسابقات والتظاهرات. هكا وصلنا لآخر حصاد الأسبوع بالنسبة لسبيسيال تنس. شكر خاص لأحمد المخلوفي اللي كان في الديجيتال، كذلك التحقت بنا أمنة بوخيت في الإخراج التقني، عبد الله حطب كان كوتي ميكرو. ملتقانا الأسبوع القادم في حلقة جديدة. متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. سبيسيال تنس على الحياة فم. سبيسيال تنس على الحياة فم، أخبار رياضة كرة التنس في كل الجهات.